واش الفا مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده. كي تكون كاينه دراما في الجزائر لما نعيطو وات ذا نيوز، لو سيغمون اللي عندي بزاف ما درتوش في هاد لاشين. معكم ريكي جونيور مراسلكم لهذا اليوم باش نخبركم على واحد زوج اخبار اليوم. هاد الخبرين يعني جاو في تزامن غريب جدا، شغل كلاش اوف ذا تايتنز يا جدك. صرا الخبر الاول جوست موراه صرا الخبر الثاني، لو في وقت محدد يعني شباب بزاف، على خاطر زوج الاخبار هادو فيهم بعض من الشبه يعني نوعا ما متشابهين، بصح لا رياكسيون تاع الشعب لهاد الخبرين ماشي متشابهه بزاف كاع. نبداو بالجديد اللي هو بشرى عقبي. ما الذي حدث للممثله القديره المحترمه بشرى عقبي؟ خرجت واحد الفيديو تاعها غير كيما اللي الشعب، يعني كيش نوصف لك لا رياكسيون تاع الشعب في الديبي كي خرجت اول خطره على لا فيديو، رياكسيون لا توصف، يقدروا يوصفوها لك لي باج تاع زمر هذوك اللي ضلوا يبارطاجيو عفايس اللي ما عندهم حتى معنى. الفيديو سا كونسيست دو بشرى عقبي مع راجلها ولا لاكس راجلها ما باليش انا شكون، كانوا يهضروا في الفيديو ومن بعده باستو في شواربو. او ماي جاد، هو هذه من بعد لي باج جاي بارطاجي ويسبوا ويطيحوا كذا ويقول لك حاجه كراف بزاف، والاخر ما قري كل لا فيديو ماشي هي اللي بارطاجاتهم وماشي هي اللي حطتها، وجاب لي ربي العباد اللي مزوجين تسمى حلال على بعضهم كاع لي كوتي نورمالمون، والله ما لا شغل يعني تسمى شغل انا على حساب واش نعرف، المتزوجين حلال على بعضهم وحتى لو لم يكونوا، هذه حياه شخصيه لانسان ما تعرفوهش وماشي عايشين معاه. تسمى يا شعب تلفتوها لينا في هذا الامر، كل واحد وش يهضر، كل واحد وش يحكي، كل واحد وش يسب، ونورمالمون هاد الفيديو هادي وهاد ليستوار كاع ما تطرطكش. ولكن هنايا سيغمون تاع اخبار، وفي الاخبار ما مدوش راينا الشخصي حتى مع الاخير. تما كمل نكسبليكي لكم واش صرا اون جينيرال. تما فيديو تليكات واللي حطها باين هو اللي كان داخل لا فيديو، باسكو تشو مغطي الله يبارك، تما غير هو تشو اللي مغطي راك فاهم. بارطاجا لا فيديو، لا فيديو تبارطاجات منو 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 وطردقت، طردقت الحكايه، تفلقت مليح. مور لا فاغ الاولى تاع الكره والكراهيه والهيت، جاوا بعض الانفلونسرز اللي وقفوا مع بشرى عقبي، يقول لك متضامن مع بشرى عقبي. ومن بعد جاوا لي سوب انفلونسر ولا لي سودو انفلونسر، واحد العباد اللي ما عندهم حتى علاقه بالانفلونس ولا بلا كرياسيون دو كونتوني ولا نورمالمون ما اكزيستيوش كاع في الانترنت، يبداو يمدوا ارائهم الشخصيه ويقول لك راني واقف مع بشرى عقبي. من الامثله هذوما هذاك دي جي ما نعرف شكون اللي طاغي في الميمز، يعني شو الميمز هاد العام برعايته، وعندك فيردينو الاسطوره تانيك ما نعرف علاش دار فيديو لا تتحير فيردينو ولا يهضر في سيجي كونتروفيرسيال سيجي كونتروفيرسي ديزولي، والعديد من الاخرين هذوما دي زيكزومبل الاولين كاع اللي خرجوا. السي دي جي سي كذا دار دو فيديو ماشي وحده عليها، شاف الاولى جابت له قريب 100 كا زاد دار الدوزيام، يتسمى اتس فري ريل استيت، راك شايف الفيوز يطلعوا هما يديروا لي فيديو يمد لك هذاك الراي هذاك اللي الناس كاع راهم يمدوا فيه. انا متضامن باسكو من بعد مور لا فاك الاولى تاع الهيت جات فاك تاع لوف سبحان الله وبحمده. ومن بعد جينا واحد لا فيديو البارح تحطت بشرى عقبي تقصف وترد بقوة، يعني نشوفوا لا فيديو هادي. الحاجة اللي ماشي مليحة ما لازمش نوجعوا راسنا بها، شكون دار لا فيديو وشكون وشكون ما يهمناش، باسكو فينالمون دور 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 وتولي الأعمار بيد الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. دونك الإنسان كساسو يخرج دعاية ولا يهدر ولا يطلع ولا يحبط، كل حاجة مكتوبة علينا رانا رايحين نعيشوها، وانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله راني لاباس عليا. دونك ما تتقلقوش عليا، استناوني غدوة ان شاء الله ندير لكم ان لايف كيما نتوما تحبوا بشرى عقبي. الناس اللي نهضر على الناس اللي يحبوني والناس اللي يعرفوني انا واش نسوى من خلال الفن ديالي ومن خلال اخلاقي ومن خلال ديرون كاع لا كارير ديالي، انتو هما الناس اللي حابه نخدم لكم، انتو هما الناس اللي حابه نخدم معاكم، انتو هما الناس اللي راني حابه نعاشركم. ان شاء الله ربي يلاقينا دائما 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 بالناس اللي يشبهونا، ناس واحد اخرين ان شاء الله ربي يبعدهم علينا وربي ينسيهم فينا. بصح 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 صبر تشوف دقيقه، لا فيديو في عمرها 8 شهور، فيديو ديال قديمه اللي مبارطاجيو فيها دوكا على حساب كو زعما جديده، فيديو شباكز والعباد اللي ينشروا في الاكاذيب في الانترنت لغرض المشاهدات ماني. I need the beat the ديتشيتشي بزنس شريكي. الوغ اليوم رانا الاربعاء 12 جوان 2019 والساعه راهي قريب 10 تاع الليل. بزنس شريكي business money money I mean need the digital
فاهمون اوبينيون بيرسونال على هذه الحكايه. انا بور موا هذه دراما ماشي كاع نيسيسار ونورمالمون ما توليش كاع دراما. اون سون فو من الاخر اون سون فو. يعني شغل احنا علاش تما اوني بارفي لهاد الدرجه باش نقدروا نحكموا بنادم وندخلوا له في حياته الشخصيه. دوك بنادم عندك مين بارطاجا الفيديو حباك شغل كيما يقول لك يعيطوا له ريفنج بورن ريشيرشي والريفنج بورن وباينه تسمى الحكايه باينه ما كان له نزيدوا عليها اكثر من اللازم. الحكايه عندها سمانه وهي الدور والناس يزيدوا يخرجوا في الفيديو اكثر ويهضروا عليها اكثر واكثر واكثر ويعجبوني لي باج اللي يهضر يقول لك استر مسلما يسترك الله ويحطوا تصويره قد الدنيا ويكتبوا من فوق فضيحه استر الفضيحه ما ادري الناس في الكومنتار يقعدوا يتقاتلوا هذا يمثل هذا فضيحه ولا باج تنجح يعني راك شايف ما ادري يتخباوا لك مور القناه تاع زعما لا لا راني نستر انايا تحب تستر ما تبارطاجيش كاع كي جاك الخبر وقالوا لك بارطاجيه قول لهم نو سوري ماشي راح نبارطاجيه على خاطر راح نستر ولا لا لا ماشي تبارطاجيه بعدا كي تطرطق الحكايه لا لا استر واش بك انا قلت لكم تستروا دي باج اللي فيهم دي مليون دي 500000 و 700000 ابوني في الانستغرام دراما ماشي نيسيسار بشرى قبي اسكو غلطت لا فوت ماشي ديالها ماشي هي بارطاجات الفيديو واذا كانت مع راجلها دير واش تحب معاه تهرد ما اذا كانت مع صاحبها دير واش تحب تهرد باسكو حياتها وحياتها الشخصيه ماشي راح دارت فايس وبارطاجاتهم هي بيدها في الانترنت وقالتها الشعب هايا جو مون فو هاكو على بالنا ممثله و انفلونسوس تنفلونسي العباد اللي تبعوها وبزاف عباد يحبوها ونشوفوا التمثيل تاعها اون فامي كاع بصح لا فوت ماشي ديالها دونك الباكلاش يصرى عليها ماشي نيسيسار وتانيك هذيك تاع متضامن مع تانيك ماشي نيسيسار باسكو راه التضامن في البوس ولا غير سيريو هذا التضامن هذا علاش ما نشوفوش تضامن في مثل هذا في حكايات تاع الصح كيما ذا جايدن وراه التضامن مع ذا جايدن اللي ما شفتوش كاع على كل حال اللي تشارعوا ودوكا تفرقت جاب لي ربي تفرقت الفرقه هذيك غير على جال باسكو خلاص تشارعوا ما خلاوهمش يكملوا يتورنيو لي شورت موفيز تاعهم الفيديو تاعهم وذا جايدن واش داروا ما يستاهلوش شويه نقف معاهم وتضامن والاخر تماك شايف الشعب هذا شويه ما منقسم يعني الشعب مرنك كاع يتبع غير الموجة وخلاص. نروحوا للخبر الثاني اللي جا قبل هذا الخبر هذايا ونفهمكم علاش هاد الزوج خبرين يعني جايين سيميلار بزاف جايين متشابهين وعلاش الخبر الاول امبورطون كيما الخبر الثاني في الديفلوبمون تاع الحكايه هذه. زوالي سيتويشن وانا احنا عيطلو زوالي جوست باسكو الشعب سماه زوالي انا خاطيني كنت راح نسميه البنادم ومن بعد لي باج كاع والعباد سماوه الزوالي احنا عيطلو زوالي ما بالناش كاع يدا زوالي صاحي لا 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 فيديو اللي انتشرت قبل الباكلاش تاع بشرى عقبي هي فيديو تاع واحد البنادم يدوموندي نيميرو تاع طفله يعني فيديو من بعد على كل حال كان داخل طوموبيل باقي زوج بنات هذوك يفيلميو فيه والفيديو اوريجينال فيها لوغو تاع تيك توك دونك فيلمه ولا فيديو بوغ ان تيك توك pour le buzz pour les vues parce que بنادم جا هضر معاهم ودوموند ان نيميرو بداو يضحكوا عليه دونك راح نقول لكم اكزاكتومون شغل واش صرا شويه بريفمون بعدا نولوا ل رايي الشخصي كي العاده بون لعبه سماوه الزوالي God knows why والله ما بالي تما راح نكمل نسميه الزوالي هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هذا البنادم على حساب الشوفه عجبته طفله في الطريق حب يدوموند النيميرو تاعها نورمالمون تما يعني بعباره اخرى تبلاها راك فاهم لا فيديو وتقول هكذا هاي لك لا فيديو دوك نروحو لي باج اللي نعيطلهم انا لي باج نتاع شكوبي. هاد لي باج اللي بارطاجيو عفايس اللي ما عندهم حتى معنى وصرا تضامن مع الاخ الزوالي قبل ما تصرا الحكايه تاع بشرى عقبي كاع باسكو هاد لي باج حسوا باللي هاد الانسان هذا ما اخطاش حسوا باللي هادوك البنات هادوك لو كان جا ليهم واحد مرفه وعنده طوموبيل شابه سي بون يعرو له ديريكت راك فاهم شغل ما بايش كيش يخمو لي باج هادوك واحد لي تيتر واحد العفايس في هاد الحكايه هادي اللي تحير ونولو لصلب الموضوع اللي اسكو البنادم هدايا غلط في واش دار دوكا سا ديبون لانتونسيتي تاع الاكت تاعو اللي دارو باسكو الفيديو بدات تفيلما مور ما انيسياليزا الخطوه الاولى هاد البنادم تسمى ما بالناش واش صرا قبل ما تبدا الفيديو اسكو اكزاجيري اسكو لا ما بالي على حسب الفيديو الى دوموندي لو نيميرو اسكو غلط وي تقدر تسميها غلط باسكو راح تبلا بنات ما يعرفهمش في الطريق اسكو هما غلطو تانيك بيان سور كو غلطو شريك عباك باسكو اتس ايفل شوف الفيديو عاود شوف الفيديو شو نعاودو نشوفوها تمتم دور عندي
انسان شرير يدير هاد الحفسه يا جدك، جا يهضر مع حق بنادم فيلم يفوت جو تريح تضحك عليه، تضحك عليه باسكو ليك كيش داير، راك فاهم؟ تما لا خطا فادح وكبير جدا، ديرونجاك كي تبلاك عليه فيلمه، فيلمه شقولي له نو وقلعي، عباك سهله ساهل باش بنادم تحرقو وتروح، هذه هي، ما جاش حط لك الموس في الرقبه ولا نفضك بنفضه وطاح عليك بالضربه، نيميرو، نيميرو، دارش هكذاك. دونك هنا الطرف المخطئ، في زوج اطراف مخطئين، مام السيد هذا يا خويا حبيت تتزوج على حسب واش قال هو، انا حبيت نتزوج برك، حبيت تتزوج رونسينيو توا وقول اني حاب نتزوج، روح خطب ولا روح شوف واش دير، واذاك حاب تتعرف على طفله تخرج معها قبل ما تتزوج بها، كاين اماكن وكاين طرق وكاين انترنت ثاني كتو كان نتعرفوا بها عليه بدل بالك، ماشي في الطريق روح اي اي تشوف لهنا، اخ معايا خرج معايا. العفسه هذه في الليسيو ما كناش نديروها، قالوا كاينين شويه مرنكين يديروا هذه العفسه هذه، كاين اللي نجحوا ثانيك تبقى يبقى شيء يعني يبقى خطا يبقى شيء عيان اللي ديروا يعني شيء غير محترم راك فاهم، ميم لو كان ينجح لا ما ينجحش سوني با اوسي غاف كو سا مي كوميم سوني با اوسي بيان كو سا ثاني. دونك لا كونتروفيرسي اللي صرات على الزوالي هذايا علاش يتسشي لي كونتروفيرسي باسكو ما عندها حتى معنى ثانيك، ميم هو هذا البنادم هذايا فالي با يصرى الباكلاش كاع عليه هذايا باسكو هذه دراما ما عندها حتى معنى، حتى معنى فيلم واه وضحكوا عليه علاش دوك خرجت الفيديو هذيك وطردقت في كل مكان، وكاين اللي يقول لك لا لا غلط وهكذا يتربى، وكاين اللي يقول لك لا لا ونوقف معاه، وكاين اللي يسب البنات هذوك صوصي غلط تحبوا كذا، ويبداو يخرجوا حكايات ما عندهم حتى معنى، الو كان جاكم هذا تقولوا اه وين على بالك وين تعرفهم من نتايا، وباينه بلي ماني ندافع لا لا السيد لا لا البنات باسكو هما ثاني كثير ار يايو دوش باكس يا صح اسهولز جيركس يايو علاش تفيلميه وعلاش بهذيك لا فاسون بهذيك الطريقه، هذاك انسان شرير اللي دار نفسه هكذايا هو يا خو كبير على هذا الشيء والله، كان جا طفل صغير وكان جا واحد في عمره 18 سنه 19 سنه ما باليش انا نعدرو 20 نعدرو قدي بالك اخويا بالك كفايه 30 على حسب لا فيديو راك كبير على العبسه هذه بزاف بزاف بزاف. دونك وعلاش قلت لكم هذا الخبر الثاني عنده علاقه بالخبر الاول وعلاش امبورطون بزاف باسكو شفتوا بلي زوج حكايات يتشابهوا شويه، هذا صرات له فضيحه وهذه صرات لها فضيحه، بصح واش صرا هنايا في الفضيحه الثانيه اللي اساسها امراه وامراه معروفه وعندها شغل نفوذ شويه باسكو الشهره في الجزائر يساوي النفوذ راك شايف، تدخلت منظمه حقوق الانسان الجزائريه في الموضوع اللي راح تستكلف بالقضيه تاعها باسكو شهروا بها وداروا لها كريم بما يسمى بالريفنج بورن كدا وانتهاك الحرمه كدا باسكو حطوا الفيديو تاعها في الانترنت راك فاهم زعما، منظمه حقوق حمايه حقوق الانسان الجزائريه اللي ما عندها حتى معنى واش داروا دوك هذه واش من القضيه هذه ماشي من بقى قضيه، علاش ما استكلفتش بالقضيه تاع حبيبنا الزوالي اللي شهروا به؟ دونك سيد هذا جاب لي ربي شهروا به بنفس الطريقه اللي شهروا بها بشرى عقبي، ولكن واحد ما دخل روحه، الناس قاعد تفهموا على نقطه واحده هي انه عندهم الحق كي شهروا به باش ما يزيدش يعاودها، بصح كي جات في انسان مشهور وطفله بيان سور في المجتمع تاعنا اللي دوكا طغات لحمايه البنات، يعني مليحه مليحه نحميو بنات المجتمع تاعنا ولكن ماشي مليح نكزاجيريو ثاني، كي ولات القضيه في طفله معروفه بزاف ولات لا لا لازم نسطروا بنادم باش ما نفسدولوش كاريير باش ما نشهروش به قدام الناس راك فاهم، ومن بعد لحقت حتى وين دخلت منظمه كومبلي استكلف بقضيه تما تقدر تلحق الشرع هكذا، دوكا الحكايات باينه بلي ديفيرون زوج حكايات مختلفين بزاف، هذاك بنادم في الطريق مع طفله ما يعرفهاش كاع ولا بنات ما يعرفهمش كاع راح سيايت يتبلاهم يا لو كان اسمع لفظا راك شايف اتس كولد هراسمنت خلينا، القضيه الدوزيام حدث بريفي بزاف خاص وعفسه صرات في البريفي بينها وبين راجلها اللي خرجت للمجتمع باسكو البنادم هذاك ولا عكس راجل هذاك انسان ما عنده حتى معنى وانسان فرشه بزاف الله غالب، والعباد الفروشه كي ما يلقاو شو شي يديروا يفكروني في ايامات الليسي كي كان طفل في عمره 16 سنه وتحبس معاه مضامته يهدد فيها بتصاورها ويقول هذوك بارطاجيهم ويسمعوا بك كاع الناس وتلحق لداركم وكذا، بصح هذا بنادم جاب لي ربي فايت 30 اللي دار هاد العفسه هادي راك فاهم، ودارها مع اكس مرته اللي عنده نورمالمون بنات معاها راك فاهم، اللي تما كان مشكل عائله معاها، باك تحير كيفاش يخموا هاد العباد، يلاه غالب ماشي تزيري ماشي درقس العالي واش تحب. كونكلوزيون زوج حكايات هادو ما فارغين وما عندهم حتى معنى وفالي با يطردقوا بهاد الدرجه هادي باسكو فتحوا المجال بزاف عباد باش يديروا بزك حلبات العفايس هادوما غالب بيزنس، وتانيك اراء الناس ولي باج كاع ما عندهم حتى معنى بهاد الحكايات هادوما يهضروا عفايس من راسهم ويخرطوا عفايس من راسهم كما شفتوا هذيك الرد والقصف بسرعه البرق ومن بعد مع الاخر فيديو قديمه بزاف عندها قريب عام، يلاه غالب هذا هو شعب تاعنا واش تحب، زوج حكايات فارغين
دراما ما عندها حتى معنى. ويرحم باباكم حبسونا ما تشهروا بهاد الدرامات هذوما اللي ما فيهمش مبا متعه. خلونا نشوفوا دراما اللي انتيك اللي خلويات صلاح، وين كي تشوف تضحك ماشي تشوف تقول عام راني عايش يا جدك. المهم هذه هي، كان معكم ميريكي جونيور في السيجمون تاع وات ذا نيوز، مضيفكم لهذه الحصه. وش رايك انت في هاد الزوج حكايات هذوما؟ لوبينيون بيرسونال تاعك لتحت في لي كومونتير، ونخليكم بيان سور. كراو هنا لامين يقول لكم ابون توا واكتيف لاك بوش دير جام بوا فيديو، فيزيتي الانستغرام تاعو اللي هو لامين بوان امر. مرة أخرى كان معكم ريكي جونيور مضيفكم لهذه الحصة تاع واد النوز، ونتلاقى في أخبار أخرى. بالك منا لك كلكم واو لك يجيك دراما واحدة أخرى. تبقى على خير، وكما يقول لامين هاي فاي.